الفرق بين أفعى الحراش في المنشرية طبعاً اللي هي سامة جداً وسمها كوي وتقريباً تصنف ثاني أخطر نوع بفلسطين، بس هي طبعاً سمها أقوى من سم الرقطة بضعف. والفرق بين الرقطة البقلوية اللي هي هاي غير سمها طبعاً. البقلوية اللي غير سامة الدواوير بيجوا بالنيات بعد عن بعض أقل من نص سنتي، أقل من نص سنتي الدواوير جايات بني غامق شايف، ولا واحدة ضاربة في الثانية، وبكون على شكل دوائر زي حبة البقلاوة مش دائري كامل، وبكون بني غامق الدوائر. اللي هي الحراش في المشترية السامة هاي سامة جدا وسمها خطير، حتى مضاد إلها أظن ما يعني ما فيش عندنا في المستشفيات، يعني في مستشفيات إسرائيلية شايف. الفرق إنه الحراش في المنشرية بكون ظهرها عليه طبع بيض بعاد عن بعض تقريبا سنتي، وبكون على شكل دواوير مش دائر كامل، يعني تقدر تقول على شكل مستطيلة مع دائري طلع كيف سهل جدا وبعيد عن بعض قديش تقريبا سنتي. رأس الحراش في المنشرية جاي مثلث أكثر شايف، وبيختلف عن رأس البقلوية. رأس البقلوية جاي مثلث بس ايش برضو رفيع شوي ومطاول، يعني كثير ناس طلبوا مني اعمل لهم الفيديو هذا، انا عملته بناء على طلب الناس، مع انه الفرق واضح، بس بتعرف لازم الواحد يشوف الحياه مره ومرتين وثلاث وعشرة وعشرين وثلاثين حتى ايش يصير يميز بين السامه والغير سامه. يعني الحراش في المنشريه اللي هي هاي سامه شايف، بيجي البياض بعيد عن بعض مثل الدوائر او المستطيل هيك بعيد عن بعض تقريبا سنتي سنتي وشوي. البقلاوية دوائر بالنيات بعيد عن بعض، يعني تقدر تقول ربع ربع نص السنتي، يعني أقل من نص السنتي، ولا واحدة ضربة في الثانية. الفرق سهل شايف، ليش تكرسها هاي طبعا. احنا الفرق هذا مش عشان حدا يروح يمسكها، يعني حتى الحي السامع او غير سامع انا بنصح شو اي حدا يمسكها. والحي مش بالحجم، الحي مسمع، يعني هاي الحراش في المنشريه خطره جدا شايف. طبعا البوت اللي انا لابسه هذا بقدرش الحي تخترق نيابه، بس يعني كيف الحي ما بتقرص ولا بتصيب الا اذا حاولت تضايقها او تمسكها او تخبط جنبها بالغلط فهي تقرص. الفرق بينهم ايش؟ مبين واضح. حراش في منشريه، رقطه بقلاويه سهل جدا. شايف الفرق؟ حتى اللون تبعها بيجي على لون التراب، يعني احمر ترابي. تمشي جناب الحراش ان شاء الله كيف مشيتها. اسمع سامع، هي بتصدر صوت عن طريق جلدها، احنا بنستفزها. استنى شوي لا تطلع صوت. الحراش في المنشريه ما بتطلع صوت من تمها، بتطلع صوت عن طريق حك جلدها في بعض، فبتطلع صوت زي صوت الجنزير. بس بدنا نستفزها شوي. قرب شي ايدك كثير. المهم الفرق بينهم واضح.